يخليني اخد كده تقييم سريع من حضرتك قبل ما ندخل في التفاصيل في بدايه انطلاق موسم الدوري، وهل بتتوقع طبعا الاهلي بطل النسخ الخمسه الاخيره من بطوله الدوري المصري، هل شايف ان البطوله دي بدايتها بتقول ان احنا قدام شكل مختلف من مستوى المنافسه؟ هل متوقع انه يكون يعني البطوله نفسها الفرق اللي هتنافس فيها منطقه الوسط خريطتها مختلفه عن المواسم السابقه، ولا متوقع انه يكون استمرار الخمس مواسم اللي فاتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا انه كنا دايما بننادي ان رؤساء الانديه تحسن اختيار المدير الفني علشان يبقى هناك يقدر يختار اللعيبه. معظم الانديه حتى الانديه اللي صعدت احسنت الاختيار، وثم ابتدوا يدعموا فرقتهم مش عن طريق اداره النادي، لا عن طريق المدير الفني اللي هم احسنوا اختياره وهو جاب اللعيبه. معظم الانديه انا شايف انها كلها دعمت نفسها بشكل رائع جدا، وزي ما حضرتك عارف الناس اللي كانت بتنادي ان الدوري يتلغي النهارده هي اللي بتشيد ان النادي الاهلي كان مصر ان البطوله دي تستمر تستكمل. والدليل على كده البدايه القويه جدا، شفنا سيراميكا بيكسب وشفنا اسوان بيكسب امبي وبيلعب احسن من امبي كمان الاداء الفني. ايوه، فحسن الاختيار الى جانب حاجه تانية برضو، الملاعب عليها عامل كبير الى جانب اختيار المدير الفني، الى جانب طبعا الدعم المادي عن طريق البث الفضائي والحاجات ديت، الانديه بتاخد دعم عن طريق اظن الشركه الراعيه، وبالتالي بقى في برضو مردود مادي الى جانب قانون الرياضه، فبقى في الملعب وفي الاداره وفي المدير الفني اللي بيجيب لعيبه كويسه، فالمنظومه وفي الفار وفي الفار بس الفار اللي هو دايما يعني ما بيجيش مع النادي الاهلي، ما اعرفش ليه.